السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن حال. مرحبا بكم في فيديونا الجديد الذي يستعرض أحدث صيحات تصميم العبايات. في هذا الفيديو سنقدم لكم جولة شيقة عبر عالم الأزياء العصرية والأنيقة، حيث ستكتشفون تصاميم مبتكرة وتفاصيل فريدة تجعل كل قطعة لها قصة خاصة. ستتعرفون على تنوع الألوان والأقمشة المستخدمة في هذه التصاميم، بالإضافة إلى القصة الجديدة والزخارف المميزة التي تبرز جمالية العبايات وتجعلها ملائمة لمختلف المناسبات والأوقات. انضموا إلينا في هذه الرحلة المثيرة واستعدوا لاكتشاف عوالم جديدة من الأناقة والفخامة في عالم تصاميم العبايات الحديثة. دعونا نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلاما تاما. كما تلاحظون معي في هذا الفيديو على هذه العباية الرائعة الجميلة والأنيقة التي تتشكل من مجموعة من الألوان المتناسقة صيفية، فيمكن اختيار الألوان التي توفر إحساسا بالبرودة والانتعاش لمظهر العباية. فإليك حبيبتي بعض الألوان الصيفية التي يمكن استخدامها في فصل الصيف. هناك الأبيض أو الأزرق الفاتح، باستيل مثل الوردي الفاتح والأرجواني الفاتح. فكذلك لا تنسي حبيبتي تنسيق العباية مع الأكسسوارات الصيفية، يمكن أن يضيف لمسة من الأناقة والأنوثة إلى إطلالتك. إليك بعض الطرق لتنسيق العبايات مع الأكسسوارات الصيفية. الحقائب، اختار حقيبة يد خفيفة مناسبة للصيف مثل حقيبة اليد الصغيرة بألوان زاهية وأنماط جريئة. المجوهرات، اختار مجوهرات بسيطة وخفيفة تتناسب مع ألوان العباية. وكذلك النظارات الشمسية، اختار نظارات شمسية أنيقة. الأحزمة، يمكن استخدام حزام الأحذية، الأوشحة أو الشالات. هذه العباية الرائعة الجميلة والأنيقة، أحدث صيحات العبايات. فهذا الفيديو يقربكم أكثر لهذه العباية الرائعة الجميلة. فإن كنت من محبي العناقة اشتركي في القناة وفعلي جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.